في إطار ما يعد أوضح إشارة إلى إمكانية تقييد المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بعد قرابة 7 أشهر من الحرب على غزة، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استمرار الدعم الأمريكي للجهود العسكرية في غزة يتوقف على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لحماية المدنيين. وخلال مكالمات هاتفية بين الزعيمين، دعا بايدن نتنياهو إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتخفيف الضرر الناجم عن النزاع والمعاناة الإنسانية في غزة وضمان سلامة عمال الإغاثة، مجددا انتقاداته للغارات الجوية التي استهدفت عمال الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي العالمي. وفي السياق، أعلنت الولايات المتحدة أنها تراجع تقريرا إعلاميا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأهداف التي يقصفها في غزة. وجاء في التقرير أن الجيش صنف عشرات الآلاف من سكان غزة كمشتبه بهم باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي ودون مراجعة بشرية تذكر. وعلى الرغم من هذه التصريحات القوية، تداولت وسائل الإعلام الأمريكية تقارير تفيد بأن إدارة بايدن وافقت على نقل آلاف القنابل والأسلحة إلى إسرائيل في نفس اليوم الذي قتل فيه عمال الإغاثة في غزة، مما يثير تساؤلات حول جدية التهديدات الأمريكية الأخيرة. وكان آخر اتصال تم بين الزعيمين في منتصف شهر مارس عكس تصاعد حدة التوترات بين الدولتين نتيجة إصرار تل أبيب على مواصلة حربها في غزة واجتياح رفح، ليأتي الاتصال الأخير أمس بعد فترة قطيعة استمرت شهرا تقريبا محملا بنبرة تصعيدية أشد من سابقتها. فهل سيتبع بمكالمات أخرى مثمرة تدفع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار ينهي معاناة السكان في غزة؟